السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم عارف مشاكلة دائما من موقع الحدث من هنا من شاطلي. خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. نحمل دم شيخنا الشهيد البوطي في أعناق شيوخ الدولار، وخاصة القرضاوي الذي فضح نفسه من أسبوعين، الذي طلب وبعث برسالة مشفرة إلى الإرهابيين، إلى المرضى، لكي يغتالوا هذا الرجل المسالم. لهذا نحملك أيها يا شيخنا القرضاوي الذي كنا نحبك في وقت مضى، لكن الآن بعت نفسك بالدولار وبعت نفسك للبوبيات الخبيثة، فكل أبنائنا الذين ماتوا من كل الأطراف في عنقك، والله شاهد على ما نفعل. اللهم إن قد يعني أدينا واجبنا ونحن مقصرين مع الشعب السوري الذي يغتال بأيدينا إخوتنا، وندعو لشهدائنا الأبرار يعني بالرحمة وعائلاتهم بالصبر والسلوان. ودم شيخنا البوطي في عنقك يا أي شيخ القرضاوي. نعم، دم شيخنا البوطي هو شهيد، وهو كان داعية للسلام. إسلامنا يدعي للسلام ويدعي للوئام والمحبة، لا يدعي للترغيب والترهيب مثلك أنت، مثل ما فعلت بشبابنا المغرر بهم الذين يموتون بالآلاف بحفنة من أموال قطر وبعض نعاج الخليج. لهذا إخواني أقول لكم، وسجل يا تاريخ، أن علماءنا الذين يطلبون السلم والأمان والحب والمودة والأخوة بيننا يقتلون بأمر من هذه الخبثاء. إذن كما قلتها، خير الكلام ما قل ودل. دم كل أبنائنا وأصغارنا وأمهاتنا وأجدادنا الذين ماتوا في كل مكان، في ليبيا، في تونس، في مصر، في الجزائر، في سوريا المخدورة، بكم أيها أئمة الدولار. شوهت سمعة إسلامنا الحنيف الذي أرضتموه يعني تكفيري، لكن هيهات لنا من الهزيمة. وسجل يا تاريخ أن دم أبنائنا في عنقك أيها شيخ الدولار. لا نقول، لا ندعو لقتلك ولا ندعو لشيء، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لنا منك وأن يفرجنا فيك. اللهم أفرجنا في هذا الخبيث اللعين الذي شتت أمتنا، الذي جعل من أطفالنا مثل الكلاب ترمى في الشوارع. اللهم ما أرينا فيه عن قريب يا رب العالمين. نحن عبادك الضعفاء الذين لا حولنا ولا قوة ولا قوة بأيادي هذه الخبثاء الذين قتلوا أبناءنا. أرنا فيه يا رب، يا أرنا فيه يا رب هذا الشيخ العار، شيخ الدولار الذي باع نفسه لأمريكا ولقطر. لا نطلب قتلك ولا نطلب اغتيالك، لكن نطلب من الله عز وجل أن ينتقم لنا منك. يا رب يا رب انتقم لنا، انتقم لنا من شتتنا، من حطم أمتنا، من جعلنا نكره بعضنا البعض، من جعلنا نحقد على بعضنا البعض أكثر ما نحقد على اليهود الذين سلبوا أراضينا وأراضي فلسطين. لماذا لتدعو لتحرير فلسطين أو للجهاد من أجل تحرير القدس المحتلة الذين يدوسونها بأصواتهم هناك؟ ولا إله إلا الله. اللهم أشهد، نحن قد بلغنا، وكل دم عائلاتنا وأمواتنا في أعناقكم أيها الخبثاء. يا أمراء العهر والدجل،